بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله أمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع خاطرة الثلاثاء نقول وبالله جل وعلا التوفيق. ما زلنا مع كيف نلتد كيف نفهم كتاب الله ونلتد بقراءته، وما زلنا في أضواء وأجواء سورة قل أعوذ برب الناس. وذكرنا أن هذه السورة العظيمة تدور حول محور واحد، وهو الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وتقريبا انتهينا من ذكر ما يتعلق بالمفردات اللغوية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى اللطائف البلاغية، وذكرنا أن في هذه السورة عدة مباحث بلاغية، منها الجناس والطباق، وذكرنا الطباق الأسبوع الماضي، وهو أن يذكر الشيء وضده. أن يذكر الشيء وضده، وهذا لتكميل المعاني بذكر الأشياء المتقابلة. كما أنا نسيت أن أذكر لكم بعض الأمثلة من القرآن الأسبوع الماضي، كما في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أو قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. أيضا في قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا يسمى في البلاغة العربية يسمى بالطباق، الطباق، وهو مبحث بلاغي رشيق وجميل يؤدي إلى تكميل المعاني المضادة حتى يتقوى المعنى. ثم ذكرنا المعاني، بعض المعاني الإجمالية لهذه السورة، وذكرنا من ذلك الفرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، والفارق اللطيف بينهما التي ذكره أبو حاتم ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك. من هذه المباحث المتعلقة بهذه السورة أيها الكرام، أن المعركة بين الإنسان وبين الشيطان معركة قديمة قدم خلق الإنسان، لأنه بمجرد أن خلق الإنسان توعد هذا الشيطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. وهذه وظيفة الشيطان منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، معركة لن تقف يوما واحدا، لن تقف أبدا، لم ولا ولن تقف. هذا وعد من الشيطان أمضاه الله سبحانه وتعالى له وأجراه الله له إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. لكن كما أن للشيطان هذا الخاطر وهذه الوسوسة، فإن الله عز وجل قد أمدك أيها المؤمن بلمة هي اللمة الملائكية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالحق فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكما الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الشيطان مجال ونوع قدرة عليك فيما يتعلق بالوسوسة، لم يترك الله سبحانه وتعالى لوحدك في هذه المعركة، وإنما جعل لك الملك المصاحب لك المحافظ لك الذي يمدك بداعي الخير وخاطر الخير، كما يمدك الشيطان والعياذ بالله بالوسوسة وداعي الشر. لكن يعتمد على
قوتك أنت كمؤمن، فكلما ازداد إيمانك كلما زاد الخاطر الملائكي، وكنت أقرب إلى الملائكة منك إلى الشياطين. وكلما والعياذ بالله ابتعد الإنسان عن ربي وملواه، عن ذكر الله، عن ذكر الله جل وعلا، كلما قوي الشيطان وضعف الخاطر، خاطر الملك، حتى يصبح الإنسان نفسه ماذا؟ شيطان والعياذ بالله. وذكرت لكم أن شياطين الإنس قد يكونوا أشد من شياطين الجن. أيضا من نباحة هذه الصورة العامة أن هذه الصورة العظيمة أيها الكرام تعالج مرضا خطيرا جدا معروف من الأمراض المعروفة، وهو مرض نفسي ويسمى بالوسواس القهري، وما يسمى في الاصطلاح العلمي OCD أو Obsessive Compulsive Disorder. وهذا الوسواس القهري من أخطر الأمراض النفسية التي قد تعتري الإنسان، لأنه قد يصل الإنسان إلى الاكتئاب، بل إلى الاكتئاب الحاد الذي قد يؤدي والعياذ بالله إلى الانتحار. أما فيما يتعلق بالمسلمين يؤدي بهم إلى الشك وإلى التكذيب وإلى والعياذ بالله العنت والتعب في حصول العبادات، كما هو الحال في الطهارة وفي الصلاة، وهو خطير. ونحن رأينا طبعا، ونحن يعني كإما وفي هذا المجال نرى كم تعاني الناس، وأنا شخصيا رأيت بعض الحالات التي هي أقرب منها إلى الجنون من الحالة الطبيعية. جنون يعني حقيقة جنون. أنا رأيت شخص في صلاة العصر دخل معنا في مسجد ما ليس هذا المسجد، وكبر يريد أن يصلي العصر، وكبر صلاة العصر وبقى يكبر من بدأ صلاة العصر، وجلست في ناحية أنا وأخ لي نراجع القرآن إلى صلاة المغرب وهو يكبر ثم يكبر ويزيد يرتفع صوته، والله رأيته بأم عيني ويتصبب عرقا مسكين، وأصبح كله عرق وهو يظن أنه لم يكبر ويزيد ويعلي صوته إلى أن جاء صلاة المغرب وهو يكبر. وهذه حالة، هذا جنون، وهذا بسبب ماذا؟ هذا الوسواس، لأنه قد جرى وراء الوسواس وصدق هذا الوسواس. يعني شخص أنا أعرفه أيضا يدخل صلاة العشاء ليتوضأ. تعرفون متى يخرج من صلاة من الوضوء من الحمام؟ والله صلاة الفجر. صلاة الفجر أمه تبكي تقول لي يا شيخ الولد يدخل يتوضأ إلى صلاة الفجر وهو يتوضأ. وأنا وحن أرى حقيقة حتى هنا في مسجد، أنا حتى في المسجد أرى بعض الناس يدخل يتوضأ ويخرج أما تعرف هو عامل شاور ولا يتوضأ. يا أخي رفقا بنفسك، ليس هذا ليش أنت بتعمل كلها؟ يعني أنت وضوء وتجلس في الحمام ساعة، إذا دخل الحمام يجلس ساعة. هذا وسواس الطهارة. في وسواس الصلاة، كل صلاة ويعيد ويكرر، ووسواس النجاسة، والأخطر من ذلك وسواس العقيدة والعياذ بالله. هذا عندما يدخل الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أنفسنا تحدثنا بالشيء يعظم يعني في صدر أحدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك؟ هل وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك عندما تجد هذا وتكتم هذا ولا تتحدث به وتصارعه، كما جاء ذلك الرجل الصحابي قال يا رسول الله إني لتحدثني نفسي بالشيء لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتحدث به. أشياء خيالات جيني في قلبي في ذهني يا رسول الله صعب جدا. كل الخيالات التي تعرض الإنسان في العقيدة في الأمور في الخواطر الشيطانية في كل ما يخطر في باله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهناك طرق وأساليب ثمانية لمعالجة هذا الوسواس، من اتبعها سيسلم منه
وإن كان مريضا به فسيبرأ، وإن لم يكن مريضا فإنه سيتوقع بهذه الأسباب من الخوض في هذا المجال. هذا ما سيكون عنه الكلام في الخاطرة القادمة إن شاء الله. كنوا معنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. دربي أعز صحبي.